طيب انت ليش تقيت لي شو كيف بدك مني؟ انا وميرا تخانقنا. شو ليش مستعجلة؟ رايحة تشوفي فادي؟ لا يوسف، كان عندي شغل فوق راسي، ولما سمعت صوتك كيف كنت عم تحكيني على التليفون قلت اكيد في شي مصيبة، طلع ما في شي. واذا قلت لك انه في؟ شو بكي؟ شو صار لك؟ لعب نعمله غلط. شو الغلط؟ اللعبة اللي عم نحاول نلعبها مع بعض غلط. لعبة شو ميرنا؟ لعبة الأصحاب، إنه نحن اثنين عم نفضفض لبعض لمشاكلنا، إنه نحن كتير مستوعبين الموضوع. كمل شو؟ كمل نبقى حد بعض. والحقيقة هي إنه كل ما كنا قراب من بعض كل ما عم نعذب بعض أكتر. بس أنا ما بتحمل إني بعد. وأنا ما بتحمل إنه قرب يوسف. أنا ما عم بقدر أتحمل إنه أنت تيجي تخبرني مشاكلك أنت ومرتك، والمفروض أنا شو أعمل يعني؟ شو؟ أنصحك كيف أنت تتصالح أنت وياها؟ فادي قال لي إنه هو بحبني. شو أنتِ؟ هلأ عم تردي لي إياها يعني؟ شفت؟ شفت إنه نحن ما فينا نكون أصحاب؟ تأكدت هلأ؟ وانتو شو؟ ممكن تكونوا؟ شو يعني؟ يعني لما قلك انه بيحبك شو قلتي له؟ شو قلتي له؟ من يوم يومي كذاب شاطر، بعرف كذب على كل الناس لحتى اجي اشوفك، وبعرف كذب عليهم لحتى ما زعلهم. بس انتي اذا بتكذبي على الدنيا كلها علي انا بالذات ما رح تقدري تكذبي. شو رديتي عليه قلتي له؟ طيب اذا بقول لك انه انا بعدني بحبك شو بتقولي لي؟ أنا بعدني بحبك ميرنا. شو بتقولي لي؟ نقطة ضعفي.